السلام عليكم ورحمة الله. في هذه الفيديو غادي نشوفوا لا لتر بيرسونيل، يعني الرسالة الشخصية. في هذه الفيديو غادي تعرفوا كل ما يخص هذه الرسالة والطريقة الصحيحة باش نكتب الرسالة الشخصية. الأهمية ديال هذا الفيديو هو أن لا لتر بيرسونيل أو لا برودكسيون إكريت، الإنشاء في الدورة الأولى، فهو في الموحد كتخص ليه 800 ديال النقاط، وفي المراقبة المستمرة في الفروض فهو كيكون فرض مستقل ديال لا برودكسيون إكري اللي كيكون عليه 20 نقطة. الوغ نبداو على بركة الله، نتعرفوا بعدا شكون هي لا لتر بيرسونيل. الوغ لا لتر بيرسونيل أو الرسالة الشخصية اي تونفوايي، ترسل إلى، كنصيفطوها كترسل أن أمي، سوا صديق صديقة، أو أن مومبغ دو لا فامي، أو فرد من أفراد العائلة، يعني أن بير، يعني الأب، لا مير، كوزان، ولد العم، ولا ولد الخال، طونط، الخالة، ولا العمة، أونكل، إتسيتيرا. دونك فاش كنصيفط رسالة لصديق ديالي، واحد من أفراد العائلة ديالي، من الأقارب ديالي، كتسمى لتر بيرسونيل. هادي كتعكس ولا كت مختلفة تماما على لا لتر اللي كنصيفطها لشي مدير، لشي إدارة. هادي كتسمى لتر ادمينستراتيف و بيان لتر كونفونسيونيل. غتلقاو فيديو في القناة اللي كيشرح هاد لا لتر الأخرى. دابا نشوفو لا ستركتور دو لا لتر بيرسونيل، نشوفو البنية ديال الرسالة الشخصية، يعني كيفاش كتكتب، كيفاش كتكون. الوغ في الاول كيكون عندي لو ليو اي لا دات. باغ اكزومبل هنايا رساله شخصيه باديه بغابا لو 11 جانفي 2018، كنكتب فيه المكان والزمان، التاريخ اللي كتبت فيه الرساله. اونسويت عندنا شيغ امي احمد، عزيز احمد، يعني هنايا لا فورمول دابيل. كيكون عندي لو كور دو لا لتر، القلب ديال الرساله. وفي الاخر رساله كندير لا فورمول دو كونجي، ا بيانتو، الى اللقاء، طون امي علي. دونك هنا الا شفت مزيان غنشوف انا شحال عندي من بارتي في هاد لا لتر بيرسونيل. عندي لا بروميير بارتي هي هادي، غابا لو 11 جانفي 2018. دوزيام بارتي شير امي احمد. عندي ترويزيام بارتي هو هاد لا لتر اللي مكتوبه بالكحل. لا كاتريام بارتي، لا بارتي الرابعه هي ا بيانتو، تحيه الوداع. اونسويت عندي طون امي علي هي لا بارتي 5. Donc la première partie, il y a ce qu'on appelle le lieu et date d'émission. تاريخ مكان وتاريخ الإرسال. يعني أنا باغي نكتب رسالة شخصية، كنكتب المدينة فاش أنا والتاريخ فاش كتبت هاد الرسالة. هاد لا بارتي هادي ممكن ما نلقاوهاش في بعض لي لتر بيرسونيل، ممكن نكتب رسالة شخصية بلا ما نكتب المكان والتاريخ. من بعد بارتي مهمة اللي هي لا فورمول دابيل. لا فورمول دابيل بحال هنا عندي شير أمي أحمد، ممكن نكتب غير شير امي، ممكن نكتب سالو، ممكن نكتب بونجور. هذه كتسمى فورمول دابيل وهي ضروريه انني نلقاها في لا لتر بيرسونيل. اونسويت كيكون عندي لا بار الرساله، يعني لا بارتي المهمه في الرساله، كتسمى لو كور دو لا لتر. كتسمى لو كور دو لا لتر، هنا كنكتب داكشي اللي بغيت على حسب موضوع الرساله. احنا في لي فيديو اللي جايين غنشوفوا مختلف المواضيع اللي كنصيفطهم وكتخص لا لتر بيرسونيل. فاش كنختم الرساله ديالي كنختمها بلا فورمول دو كونجي، تحيه الوداع، ا بيانتو، او روفوار، ا بلوس، يعني الى اللقاء، حتى نتشاوفوا، اتسيتيرا. وفي الاخير كتكون سكون ابل لا سيناتور، الامضاء، لا سيناتور دو ليميتور، يعني هذاك المرسل كيكتب السميه ديالو. الا كنت انا هو المرسل غنكتب السميه ديالي هنايا. هنا قال ليه طون امي علي، صديقك علي، كان ممكن يكتب غير علي، اتسيتيرا. دونك هادي هي سكون نابيل لا ستركتور، البنية ولا الشكل ديال الرسالة الشخصية. يعني هاد البنية هادي خاصني نلقاها هكا، نلقى هاد لي زيتاب كاملين، حتى وحدة ما ناقصة، وبهاد الترتيب وبهاد الطريقة هادي. دابا غادي ندوزو نشوفو كيفاش انا ممكن نكتب لتر بيرسونيل. الا بغيت نكتب لتر بيرسونيل كيفاش غادي ندير. طريقة كتابة لا لتر بيرسونيل. دونك اول حاجه كيما قلت كنبدا بلو ليو اي لا دات. باغ اكزومبل انا في كازابلانكا غنكتب لو كازابلانكا لو 14 جانفي 2023، قلت غتكتب المكان، اسم المدينه اللي انت فيها مع التاريخ. من بعد كتكون لا فورمول دو دابيل ضروريه، شيغ امي ايا،
شوفنا شير امي هنا امي حيث بنت زدت او شير زدت هنا او و اكسون غراف قبيله كيفاش دار شير امي احمد ما كانش هاد او هنايا في لافان دونك شير امي ايا قلت ممكن نبدا بسالو ايا بونجور يعني كاين بزاف ديال لي فورمول دابيل من بعد كنكتب الرساله ديالي غنكتب ليها باغ اكزومبل كومون فاتو يعني حتى انت هاد العباره هادي ممكن تبداها اي لاتر بيرسونيل اي رساله شخصيه ممكن تقول كومون فاتو كيف حالك بيان جيسبر نتمنى تكون مزيان تي مو مونك بوكو اشتقت اليك توحشتك جو تيكري سيت لاتر كتبت ليك هاد الرساله كنكتب ليك هاد الرساله الوكازيون بمناسبه دو طون سوكسي حنا هنايا خدينا مثال ديال لا لاتر دو فو او لاتر دو فيليسيتاسيون الرساله ديال التهنئه او المتمنيات هذا غير اكزومبل دو طون سوكسي بمناسبه التفوق ديالك او كونكور مسابقه ديفي ليكتور تحدي القراءه برافو جو سوي تري فيير دو توا انا فخوره بك tu as fait un excellent travail قمت بعمل ممتاز tu mérites cette victoire كتستحقي هذا الفوز هذا الانتصار félicitations هنيئا et bonne continuation و كنتمنى لك مسيره موفقه هنايا صافي الى ساليس داك الشيء اللي من اجله كتبت هذه الرساله باش غادي نختم غنختم بلا فورمول دو كونجي تحيه الوداع ممكن نقول لها او ريفوار ا بيانتو ا بلوس ا لا بروشين و ديما لا لتر اي لتر كيما بغات تكون كيخص ضروري لا سيناتور لي الرساله الا كنت انا مرسل الرساله اكتب السميه ديالي باغ اكزومبل هنايا طون امي اسماء اسماء اللي كتبات الرساله غتكون لها طون امي اسماء الصديقه ديالي ديالك اسماء وكما قلت قبيلتي ممكن نحيد هاد طون امي ممكن نكتب غير اسماء والا كانت بنت خالتها ولا بنت عمتها ولا تا كوزين اسماء دونك كما قلت في البدايه هاد البنيه هاد لا ستركتور هاد الشكل هو الشكل الصحيح هو اللي خاصني نحترمو دائما فاش تكون عندي واحد لا لاتر بيرسونيل كنبدا بلو ليو اي لا دات وقلنا ممكن في بعض الحالات ممكن نحيدو هاد لو ليو اي لا دات ولكن ضروري تكون عندي لا لاتر لا فورمول دو دابيل هاد شير امي ولا سالو كيكون لو كور دو لا لاتر كيكون لا فورمول دو كونجي او ريفوار ا بيانتو ا بلوس اميكالمون ميز اميتيي في الكتاب المدرسي في الكتاب ديالكم راه عندكم بزاف ديال لي فورمول دو كونجي حفظوهم وفي الاخر كتكون لا سيناتور لا سيناتور يعني الامضاء الاسم ديال اللي كتب الرساله الا كان الفيديو عجبكم ما تنساوش ديروا جيم تبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم وتابوناو الا مازال ما كنتوش مشتركين ودخلوا تفرجوا في لي فيديو الاخرين اللي كنشرح فيهم لا لتر كونفونسيونيل لا لتر دانفيتاسيون لا لتر دو ريميرسيمون اي لا لتر دو فو. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناه.